أخفى العدو ضحكة ثنايا تحت الركام، وحقن بيئة فلسطين والمقاومة بضربات واعتداءات متتالية كان هدفها بحسب التقارير الغربية زعزعة الثقة بين المقاومة وأهلها وفي داخل الحزب نفسه. لكن الاحتقان انفجر في الخطوط الخلفية للعدو، فجره فادي في حيفا وما بعد ما بعد حيفا. وقبل الكشف عن الأضرار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي باسم الصاروخ الجديد. جاء اختيار توقيت استخدامه مدروسا ومثاليا، وانعكس رواء لتعطش رؤية سلاح جديد بخلاف الكاتيوشا. ورغم أن الحزب لم يستخدم صاروخا استراتيجيا دقيقا، غير أن فادي عاد إلى حيفا وأعاد معه التذكير بوعد قطعه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قبل 18 عاما. أنا عايد إلى حيفا، عايد إلى قرى حيفا، وعدني حسن، قال لي حسن، إلى ما بعد بعد حيفا. وهناك في شرق حيفا كان في استقبال فادي اثنان ضفتان، الغربية منها هللت لوصوله في جنين وباقي مدن الضفة. أما في الشرقية منها فكان هذا الفيديو لسان حال المستوطنين. نصالة! نصالة! هنا نصالة! اي! نصالة! رسم فادي البسمة على محيا كل معاد لإسرائيل وأعاد رسم المعادلات في الداخل المحتلة. وإذا كان هذا وقع فادي الذي ضرب حيفا بعد ضربات أمنية كان وقعها صعبا على اللبنانيين، فكيف هو الحال إذا وصلت صواريخ حزب الله إلى إيلات، فيما لو تهور نتنياهو وأعلن الحرب المفتوحة؟